واحد اثنين ثلاث. هاي أمر بدها تلعب، هاي الشطورة أمر اليوم بعد الروضة تلعب تستعيد الطاقة الشطورة عشان تصير أشطر طالبة. أمر شو بدك تصيري لما تصيري كبيرة؟ شو بدك تصيري؟ دكتور إن شاء الله. طب مين بيجي عندك على العيادة أمر؟ مين بيجي عندك على العيادة عشان يقول لك أنا مريض أنا تعبان؟ مين؟ أمورة؟ بابا تعال. طيب يلا هلا كمان شوي بتحكي لكم أمر مين بدها تعالج ومين بده يكون مريض، صح أمر؟ أمر ممكن تحكي لنا، أمر ممكن تحكي لنا مين بيجي عندك على العيادة عشان تعالجيه؟ سولين. سولين تيجي عندك؟ سولين معك بالمدرسة، بس مين عشان هيك يصير بطنه يوجعه ويصير انت تعالجيه؟